معه ايضا ريان، كرة ملعوبة، جول، هدف جميل بالفعل الان لفريق الرجاء. الرجاء ينجح بالتسجيل او ينجح بالتعديل قبل الذهاب لغرفة التبديل الان في الوقت المحتسب بدل الضايع. لاحب ابو الطيب عمر يلعبها، تخادع حارس المرمى تماما، كرة لافة وفي مكان صعب يسأل عنها، نعم حارس المرمى ولكنها صعبة. معليش اداء حلو، اداء جميل ومباراة حلوة حتى الان فيما بين الفريقين، فرحة كبيرة للاعبي الرجاء المغربي الان هنا حارس.